نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو للنجم المصري محمد صلاح برفقة صبي سوري وعائلته في الولايات المتحدة أثناء وجود بعثة الريدز استعدادا للموسم المقبل. وأوضح الموقع أن الطفل البالغ من العمر 16 عاما ويدعى عمار حلبي ويعاني من مرض ضمور العضلات وحصل على فرصة مقابلة بطله محمد صلاح. ذكر الموقع أن صلاح أهدى عمار قميصه والتقط معه عدة صور تذكارية. السلام عليكم، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ احسن؟ انتوا هنا، انتوا هنا من امتى؟ من زمان؟ من امريكا؟ ستة الشهر الجاي بنطبق الستة. والله ربنا معاكم ان شاء الله. انت اصلا منين؟ من سوريا. من سوريا؟ احسن ناس. مريض دمشق. مبسوطة وفرحانين الحمد لله. يعني شعور حلو، يعني انه التقينا مع لاعب مهم بس مشروع. وتمنيت يكون وقت أطول، يعني أطول من هيك. أحكي معه، يحكي معه، أحكي معه، أتحدث أنا وياه. إن شاء الله هيك الله بكمل له أحلامه كلها بتتحقق اللي بده إياه. يعني سعادة السفير، من الواضح أن محمد صلاح أصبح أيقونة للشباب والصغار على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط. كيف يمكن الاستفادة من شهرة ونجاح صلاح لصالح الشباب المصري؟ هو بداية وأنا بتفرج معاكم على المنظر دوت، أعتقد الصورة دي بتجسد الوحدة المصرية السورية وبتجسد العلاقة بين الشعبين المصري والسوري، وبتذكرني أنا شخصيا بالوحدة المصرية السورية. كنت طفلا صغيرا عندما أعلن عن قيام الجمهورية العربية المتحدة، الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي والجيش الأول. كنا بنتكلم في بداية البرنامج وإحنا بنعلق على انتصارات الجيش العربي السوري على الجيش الأول والجيش الثاني والجيش الثالث. الجيوش الثلاثة دول حربوا. أنا في حاجة دايما لما بنتكلم على حرب أكتوبر بننساها، أو الأجيال الجديدة في مصر بتنساها. مصر خاضت حرب أكتوبر مع سوريا، وما كانش ممكن إحنا هنحقق هذا النصر العسكري الكبير لولا أن إحنا حاربنا مع سوريا. وأنا ببص لمحمد صلاح اللي أكن له كل الاحترام وكل الإعجاب وكل التقدير، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح سواء في الرياضة أو في حياته مستقبلا. لأن هو أما هيبطل لعب أنا أطالبه أن هو يواصل عطاؤه لمصر لقريته. من ضمن يعني أنا كنت فكرت في الوحدة المصرية السورية، لكن بالنسبة للأخ محمد صلاح هو ممكن يقدم إيه للشباب؟ هو مثل أعلى للشباب، مثل أعلى لكل شاب مصري، وخصوصا الشباب اللي في القرى وفي المراكز اللي مفيش حد كتير بيتكلم عنهم ولا بيحاول يحلل طموحاتهم ولا التحديات اللي بتواجههم. لكن سيرة حياة محمد صلاح دلت على شيء تدل على انه اذا الشاب كافح واعتمد على نفسه وآمن بالله سبحانه وتعالى هيصل في يوم من الايام للهدف اللي هو يريد ان يحققه. وفي الحديث عن شباب مصر طبعا كل التحية لشباب مصر، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في جميع المجالات، وأرجو من الدولة إن هي فعلا تهتم اهتماما حقيقيا فعليا بالشباب المصري، بحيث إن كل شاب مصري يشعر إن مصر هي بلده، وبالتالي انتماءه لمصر يبقى انتماء صادقا وعميقا وحقيقيا. وأخيرا كل التوفيق والنجاح للأخ محمد صلاح، اللي بيعجبني فيه إنسانيته، واللي بيعجبني فيه إن هو بالرغم هذه الشهرة العالمية لم ينسى أهله في القرية اللي هو نشأ فيها. وبالمناسبة يعني هو كان في سيرة حياته كان بيقطع مسافات طويلة. أما الواحد بيقرأ على الشباب والأطفال والطلبة والطالبات في القرى والنجوع، في أحد التقارير
في طلبة وطالبات عشان من بيتهم للمدرسة بيقطعوا 3 كيلو الصبح و3 كيلو بالليل. لازم نهتم بالطلبة دولت والطالبات دولت، ويجب أن نصل إليهم، لأن دولت من حق من واجبنا تجاههم إن إحنا نمكنهم إن هم يحققوا ذاتهم. وكل الشباب وكل المراهقين والمراهقات عايزين يحققوا ذاتهم، فيجب علينا أن نساعدهم في تحقيق ذاتهم. وأنا أعتقد إنه الدور الأكبر لمحمد صلاح هو بعد طبعا أما ينهي الرياضة أو دوره في الكرة، هو الدور الأكبر والمسؤولية الأكبر تنتظره أن هو يبقى يظل أمام الشباب المصري شعاعا من الأمل وطاقة للعطاء من أجل الوطن.